فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أريد العمرة، ووالدتي رحمها الله قد توفيت وسبق لها أن اعتمرت. سؤاله: أيهما أفضل، أن أعتمر عنها أو أن أعتمر عن نفسي وأدعو لها؟ إذا كانت اعتمرت عمرة الإسلام فلا، ما هناك دليل على أنه يناب في عمرة التطوع أو حج التطوع، ما هناك دليل، ما ورد الدليل بالنيابة في الحج والعمرة إلا عمرة الإسلام أو حجة الإسلام، وهذا هو الراجح. نعم، فأنت تعتمر لنفسك تدعو لها، أو تأخذها معك تعتمر معك، إذا سبي تبر بها خذها واعتمر بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.